أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. ما هو وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك مخالفات لحقوق البشر في المجتمع الأمريكي؟ هل يميز النظام الأمريكي ضد العرب وكيف؟ أم أن هذه المخالفات الصارخة كما يقول معظم المسؤولين الأمريكيين لا تحدث إلا في مجتمعات العالم الثالث التي تفتقر للحرية والديمقراطية وينتشر الفساد بين حكامها والفقر والبؤس والتخلف بين شعوبها؟ المجتمع الأمريكي يعج بمنظمات وهيئات المجتمع المدني ويستوعب شعوبا من الكرة الأرضية قاطبة، وفيه دستور ينص بوضوح على حماية الحقوق الأساسية للإنسان، إلا أن هذا النظام يواجه بانتقادات شديدة واتهامات صارخة من أناس في الداخل قبل الخارج يؤكدون بالوقائع والأرقام بأنه نظام رأسمالي جشع مفصل لأغنياء والمتنفذين البيض فقط. ما مدى حقيقة ودقة هذه الانتقادات التي يصل بأصحابها خارج الولايات المتحدة إلى وصف النظام الأمريكي بالنظام الهمجي المخالف لحقوق الإنسان في أمريكا وخارجها، وبصورة مهينة ومثيرة مخالفة لكل مواثيق وأنظمة الهيئات والمنظمات الدولية؟ لكن الكل يعلم أن من يردد هذه الانتقادات يتمنى في قرارة نفسه الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بأي ثمن. فهل هي الطبيعة البشرية التي لا تخلو من الغيرة والحسد من كل ما هو بارز وناجح في هذا العالم الأمريكي؟ خير من يتحدث ويناقش هذا الموضوع الحيوي والهام هو عماد حمد، مؤسس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية، وأنا أستضيف الأستاذ عماد حمد، مؤسس والمدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. أهلا بك، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. طبعا أنت ضيف مستمر على برامج MBA، وتحدثنا طويلا والتقينا معك في مناسبات كثيرة عديدة ومتعددة خلال يمكن 15 أو 20 سنة الماضية، وكنا نتحدث عن العنصرية، عن الديمقراطية، عن مخالفات حقوق الإنسان، عن التمييز ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. لم نتحدث عن العنصرية، مخالفات حقوق الإنسان هنا في المجتمع الأمريكي. أنت تعلم، يمكن أنت ابن النظام الأمريكي وأيضا ابن النظام العربي، عشت في الدول العربية وتخبر كيفية تفكير، نمط تفكير العرب والمسلمين بشكل عام، وعشت في المجتمع الأمريكي وتعرف جيدا النظام الأمريكي والمجتمع الأمريكي بشكل عام. سؤالي لك أستاذ عماد حمد، هناك العديد من الشرائح في المجتمعات البشرية وخاصة في الشرق الأوسط التي تتهم النظام الأمريكي بأنه نظام عنصري، بأنه نظام مخالف لحقوق الإنسان الأمريكي قبل الأجنبي. سؤالي لك، ما دقة هذه المعلومات؟ هل هذه المعلومات معلومات دقيقة صحيحة؟ شو نسبة صحتها إذا صحت؟ يعني أولا في البداية يجب أن نؤكد على حقيقة مفادها، أنه ظاهرة العنصرية في العالم ظاهرة عالمية، ظاهرة هي تشكل جزء لا يتجزأ من كل المجتمعات في العالم ككل بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. العنصرية جزء لا يتجزأ من التكوين البشري، من الطبيعة البشرية. من الطبيعة البشرية، لهذا نقول دوما طالما هناك إنسان طالما هناك عنصرية. نعم. أنا لا أعتقد أنه في إمكانية حقيقية علمية موضوعية أن تقضي على شيء اسمه عنصرية في العالم والمجتمعات، بغض النظر عن طبيعة المجتمع وبغض النظر عن طبيعة نمط وأسلوب الحياة القائم فيها. فإذا اتفقنا أنه هذه الظاهرة ظاهرة عالمية،
تواجه كل المجتمعات بأشكال طبعا وتعابير مختلفة، كل حسب يعني طبيعة التكوين الاجتماعي والمجتمع والبلد والنمط القائم فيه. نصل لنتيجة بسيطة جدا، أنه العنصرية ليست صناعة أمريكية ونقف عندها. يعني من الخطأ أن نعتبر أنه العنصرية في العالم هي صناعة أمريكية، أو أنه العنصرية فقط تقتصر على المجتمع الأمريكي. يمكن في المجتمع الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية ما يميزها عن باقي بلدان العالم، أنه القانون الأمريكي يحرم التمييز، يمنع التمييز، ويعطي المجال للإنسان للمواطن أن يقاضي من يواجهه بالتمييز إلى أقصى الحدود. لكن أنت أستاذ عماد حمد مثال حي أمامي الآن، عانيت يعني زي ما بيحكوا بالأمريكا بالأمريكي مش بالإنجليزي، بالأمريكي إنه justice delayed is justice denied. صحيح إنك you go through السيستم والنظام، لكن بأخذ سنوات طويلة يعني تستوي وأنت بتنتظر تحصل على العدالة. صحيح، بس هذا بس لا بالنهاية بالنهاية لا يلغي، شوف في حقيقة إنه القانون الأمريكي يمنع التمييز العنصري. نعم، وهذا القانون ليس موجودا. كل قوانين العالم لا 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 في دول يعني قائمة موجودة، حتى في أوروبا اللي كتير منا يتغنى في الديمقراطية الأوروبية وينظر إليها كمثل ونموذج، هذا مش صحيح. إذا تعود لدستور هذه البلدان وتعود لقوانينها الموجودة، ليس هناك نصوص صريحة تواجه التمييز وتعطي الحق للمواطن أن يواجه التمييز. طبعا عندما نتحدث عن هذه الظاهرة في كل المجتمعات بما فيها المجتمع الأمريكي، لا يعني أبدا أنه الحياة خالية من التحديات، وليست أنه معناها أنه ظاهرة التمييز ليست موجودة. يعني إذا بناخذ نظرة سريعة على المجتمع الأمريكي، نجد بتاريخ تكوين المجتمع الأمريكي والأمة الأمريكية على مدار السنوات، هناك كثير من الأقليات عانوا معاناة شديدة جدا قبل ما أن يأخذوا حقوقهم، ولا زال هذا الصراع قائم حتى اللحظة. يعني إذا بنذكر من تجربة الأوروبيين الأمريكيين، الأيريش أمريكانز، حتى اليهود الأمريكيين، حتى السود الأمريكيين، حتى اليوم بما فيها العرب والمسلمين. يعني بمعنى آخر أنه كافة الأقليات اللي تكون المجتمع الأمريكي عانت ما عانته بالسابق، واستطاعت أن تتجاوزه بنضالها المستمر والحديث. وهذا ما واجهته يمكن الجالية العربية والمسلمة بشكل خاص. يعني بمعنى آخر، التمييز العنصري ليس فقط موجه ضد الأجانب مثلا أو ضد العرب، هناك أمريكيين يعني ضحايا لهذا التمييز العنصري بتفاصيل وأشكال مختلفة، سواء في قضايا العمل أو في قضايا الشؤون العامة، الصحة، التعليم إلى آخره. يعني هذه ظاهرة حيوية في المجتمع الأمريكي، وقد يطال التمييز أي شخص. يعني لا يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أن يعتبر نفسه محصن في برج مشيد قد لا يكون ضحية التمييز العنصري بطريقة أو بأخرى. جميل جدا. إذن أنت تقول أستاذ عماد حمد أنه الاتهامات التي توجه للنظام الأمريكي وللمجتمع الأمريكي بشكل عام من العرب، من المسلمين، خاصة العرب والمسلمين في المجتمعات العربية، هي دقيقة وصحيحة 100%؟ لا، أنا لا أعتقد أنه صحيحة ودقيقة. هلا صحيحة أنه هناك تمييز، كما هناك تمييز في هذه البلدان العربية والمجتمعات العربية. يعني في المجتمعات العربية هناك تمييز قد لا يستطيع الشخص أن يتكلم عنه، وقد لا يكون له حق أن يقاضي الجهة التي تمارس التمييز ضده. يعني في غياب الحرية بنطبع قول المثل اللي بيقول خرج ولم يعد، أو أنه بيقتلوا القتيل وبيمشي بجنازته، ولا أحد يتجرأ أن يتكلم، ولا أحد يتجرأ أن يواجه، خاصة إذا كانت المراجع مراجع حكومية أو رسمية. بينما في الولايات المتحدة هذا التمييز اللي موجود في بلداننا العربية بشكل أو بآخر نفسه موجود في المجتمع الأمريكي، ولكن في فارق جوهري، وأنا أؤكد على هذا الفارق الجوهري، أنه في المجتمع الأمريكي رغم كل هذه التحديات التي تواجه المواطن كمواطن وخاصة الأقليات بشكل خاص، هناك
مسار قضائي، وهناك مؤسسات حكومية وغير حكومية وشفافية تتابع هذه القضايا بشدة وبحماس وبدون خوف وبدون تردد. يعني بمعنى آخر، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية هناك مؤسسات غير حكومية رفعت دعاوى قضائية على مؤسسات حكومية رسمية لممارستها التمييز ضد مواطنين. هذا الحال، هذا المثل لا تجده يعني في المجتمعات العربية بشكل خاص ولا حتى في المجتمعات الأوروبية. يعني في فرق بين ما أنه هناك دولة ومجتمع يقنن ويشرع التمييز بشكل قانوني، وبين دولة تحرم القانون، تحرم التمييز قانونيا، ولكن فيها يعني ضمن هذا التكوين الاجتماعي في تمييز. يعني القوانين في كل العالم كما في الولايات المتحدة شيء، وتطبيق القانون والالتزام بالقانون شيء آخر. بترجع لقضية جوهرية أخرى اللي هي موضوع ثقافة الإنسان، الثقافة اللي ممكن أنه يبنى عليها الإنسان، يبنى تفكير الإنسان، ينتج عنها أسلوب ونمط حياة هذا الإنسان. يعني بمعنى آخر، في الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجه الإنسان في تمييز عنصري أو معاملة انتقائية تنتقص من حقوقه كإنسان، بإمكانه أن لا يخاف، وبإمكانه أن يتوجه لعدة مراجع متوفرة يوفرها القانون الأمريكي ويعطيها القوة لمواجهة هذا الحدث. طبعا نحن أحيانا كثير نخلط بين الأجواء السياسية وآثارها على المجتمع وبين حوادث التمييز والإشكالات اللي تحدث اليومية مع هذا الشخص أو ذاك. طبعا نحن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية نعيش أجواء سياسية ساخنة صعبة مسمومة إلى حد ما. يعني الحديث أو خطابة بعض المسؤولين نعم تدفع باتجاه تعزيز نعرة العنصرية في المجتمع الأمريكي. طب خليني أسألك أستاذ عماد، يعني أنت عاصرت حوادث أو كارثة 11 من أيلول عام 2001 وتداعياتها منذ بدايتها لغاية قبل يمكن سنة أو سنة ونص، حينما بدأت هذه التداعيات تتلاشى رويدا رويدا، وجاء كما يقول الكثيرون في المجتمعات العربية والمجتمعات المسلمة ومنهم أيضا بعض الديمقراطيين اللي ما صوتوا وبخالفوا بنهضوا السياسة اللي بتبعها دونالد ترامب، هل العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين يعودوا الآن مع ما حدث لهم في بداية 2001 مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، أم أن لا أحد يعرف؟ يعني الرئيس دونالد ترامب كل مفاجآت. أولا يعني أحداث أيلول الإرهابية وضعت الجالية العربية والمسلمة بشكل خاص في المقعد الساخن الأول في المواجهة، ولم يكن خيار طوعي اختارته هذه الجالية بقدر ما كان نتاج هذا الحادث الكبير الأليم اللي غير مجرى العالم ككل. كنتاج طبيعي لهذا الحدث وحالة الرعب وحالة الخوف اللي خلقته هذه الأحداث الأليمة ذاك الوقت، يعني عشنا أو عاشت الجالية فترات يعني صعود وهبوط في التعاطي مع قضايا التمييز العنصري وقضية يمكن تحت عنوان العقاب الجماعي. يعني أنه كونك أنت عربي، كونك أنت مسلم، إذن أصبحت من مستهدف وأصبحت مشكوك بأمرك إلى آخره إلى آخره. أنا أعتقد أنه إلى حد كبير الجالية تمكنت، حتى ولئن لم تكن ضمن تخطيط جماعي منظم بشكل مشترك، ولكن بسبب طبيعة الحدث ويعني ثقله على الجالية ككل، أنا أعتقد أنه الجالية تمكنت من التعاطي معه بشكل خلاق، وقدرت أنه تحاصر كثير من هذه الهجمة العنصرية الانتقائية ضد الجالية. أنا أعتقد أنه الخوف من الإسلام والمسلمين أعيد انتعاشه بوجود ظاهرة داعش الإرهابية والمنظمات الإسلامية المتطرفة اللي أخذت يعني على عاتقها أن تشوه الدين الإسلامي وأن تعيد يعني إحياء هذه النعرة
العنصرية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية كما في العالم. طبعا هذه الحوادث الإرهابية لن تساعد الجالية في الولايات المتحدة أو غيرها بأن تكون يعني في موضع طبيعي أو موضع سليم يعني بالكامل. ما هي الإجراءات هي التي يقوم فيها النظام الأمريكي أو الأنظمة الأوروبية بشكل عام؟ ما هي إلا ردود فعل؟ طبعا لأنه أولا يعني حق للولايات المتحدة الأمريكية وحق للدول الأوروبية وحق لأي دولة في العالم صغيرة كانت أو كبيرة بالسلم والأمان والحفاظ على أمنها، وبالتالي لا يمكن تحت أي اعتبار تبرير حالة الإرهاب وظاهرة الإرهاب التي تصاعدت بشكل مخيف وبدأت تهدد كل المجتمعات ومفاعيلها بدأت تأتي علينا في كل صيب وكل حد. هلا بتقديري أنا انه انتخاب الرئيس ترامب يعني انعش ظاهره النظره المختلفه للعرب والمسلمين بشكل خاص في الولايات المتحده الامريكيه من جديد، ولكن بطريقه مختلفه. ما هي الطريقه؟ يعني كانت مرتكزه على عنوان محاربه الارهاب. نعم. تحت عنوان المسلمين الإرهابيين المتطرفين، وكان تعطى دائما في الخطاب السياسي الصفة الشمولية، يعني بدون أن تميز أنه ليس كل مسلم إرهابي وليس كل إرهابي مسلم، وأنه الإرهاب ليس له ديانة. الرئيس ترامب اختار أن يعطي ديانة وصفة للإرهاب وأن يحددها بالإسلام السياسي أو الإسلام المتطرف الإرهابي، الذي يعني هو موضع رفض ويعني موضع يعني استنكار من قبل كل يعني فئات المجتمع سواء كان في المجتمع الأمريكي أو المجتمع الأوروبي أو الإسلامي. يعني لا يمكن لأحد أن يعني كان على حق حينما قال الراديكال إسلام ولا لا؟ أنا بتقديري أنه عندما يتحدث عن الجهة الإسلامية أو التي تحمل صفة الإسلام زورا وبهتانا وعنوة وتشوه الدين وتقوم بأعمال إرهابية باسم الدين، نعم لا أحد يجادل بذلك. نعم. ولكن طبيعة الخطاب السياسي، طريقة الخطاب السياسي، طريقة التعاطي السياسي مع هذه الموضوع للأسف لم ترسم حدود واضحة تفصل بين الكل وبين الأقلية المجرمة الإرهابية التي تقوم بهذه الأعمال، وهذا ما يجعل إمكانية حصول عواصف من التمييز العنصري ضد العرب والمسلمين بشكل خاص مسألة أصبحت شبه عادية. يعني الآن عندما ترى أو تسمع أنه أعلى المراجع في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة برئيسها يتحدث بهذه اللغة، تعطي التصريح المشرع المفتوح لأي مواطن أن يعبر عن هذه بطريقة واضحة وبطريقة فجي وبطريقة يظلم فيها كل إنسان فقط لأنه عربي أو مسلم بشكل مباشرة خاص. مباشرة بعد حوادث أيلول، كارثة أيلول عام 2001، واجه الكثير من العرب والكثير من المسلمين مشكلة في إيجاد الوظائف، في الحصول على وظائف من قبل الشركات، من قبل الدوائر الرسمية الحكومية والخاصة وما شابه ذلك. ولكن كما قلنا في البداية تلاشت هذه المخاوف وانتهت، وأصبح العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين يتبوؤون مراكز متقدمة وممتازة بالرغم من التوترات التي صاحبت 11 من أيلول. نجد هذه الأيام أن مثل هذه القضايا تعود إلى الواجهة مرة أخرى، يواجهها الشباب الخريجين الجدد من الجامعات الأمريكية في عدم إعطائهم الفرص للحصول على وظائف تليق بدراساتهم، بذير education credentials and experience and what have you. هل ترى أن هذه هي تشكل مشكلة في المجتمع الأمريكي أمام العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين من خلال تعاملك أنت كمدير تنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، أم أن أفراد يعني لا تشكل مشكلة كبيرة؟ يعني أنا في مكتبي أجد الكثير من العرب الأمريكيين الذين يتصلون معي للاستفسار لماذا مثلا اشتغل واحد أقل مني خبرة وأقل مني دراسة وتعليم وكذا، أنا حاصل على الماجستير، هو حاصل على بكالوريوس في الهندسة لكنه حصل على عمل مع شركة فورد أو مع كرايزلر أو مع أي شركات أخرى. هل هذه المخاوف تشكل خطر يعني
على حصول العرب الأمريكيين والمسلمين على وظائف يستحقونها؟ أولا يعني هذه الموضوعة مرتبطة في الوضع الاقتصادي الشامل في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة ليس هناك انتعاش اقتصادي كما نأمل أو كما يطمح المجتمع الأمريكي. لا زال المجتمع الأمريكي يواجه تحديات كبيرة في هذا السياق. الآن في هناك نسبة بطالة عالية في كل الولايات. هلأ في تراجع نسبي سجل بالفترة الأخيرة، ولكن لم يخرج الاقتصاد الأمريكي بعد من أزمته الاقتصادية ولم يصل لحد الانتعاش. هذا جانب. جانب ثاني أنه سياسة الفوضى الخلاقة اللي خلقها ترامب، سواء عن قصد أو غير قصد، عن خبرة أو غير خبرة، نحن نعيش حالة انقسام حقيقي في المجتمع الأمريكي، حالة من الضياع. يعني الآن في المجتمع الأمريكي هناك عناوين كبيرة تواجه المواطن الأمريكي. مثلا أحد عناوينها الأساسية موضوع الصحة، موضوع التأمين الصحي، موضوع الرعاية الصحية، موضوع يعني قد يحمل تبعيات خطيرة على ملايين وملايين من المواطنين الأمريكيين. فيصبح موضوع العرب الأمريكيين نقطة في بحر، نقطة في محيط. يعني يجب علينا أن ندرك أنه عندما نتحدث عن الجانب المتعلق في الجالية العربية الأمريكية، أنه نتكلم شوية بتواضع رغم أهميته، رغم حساسيته، حتى لا نكون انتقائيين أيضا، حتى لا نحاكم الأمور فقط من منظار التحديات الخاصة التي تواجهنا. يعني هناك تحديات تواجه كل الأقليات، نعم، بما فيها الأفارقة الأمريكيين، بما فيها الإسبانيك الأمريكانز، بما فيها الأوروبيين، بما فيها حتى الأمريكيين العاديين. يعني في حالة من الجدل القائم في الولايات المتحدة الأمريكية. موضوع قضايا الشغل والأشغال والوظائف، يعني أنا بتقديري هي قضية عادية في المجتمع الأمريكي. نعم هناك حالات وسيستمر هناك حالات. طبعا عدم معرفتنا بتفاصيل الحالة لا يمكن أن نعطي حكم بشكل عام، نعطي حكم عليها بشكل، ولكن عام. هذه موضوع يعني موضوع موجود وقائم. هل هناك يعني إحصاءات ودراسات منذ أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ازدادت أو قلت أو تفاقمت؟ شو اللي صار في الفرص اللي كان يحصل عليها؟ ما كان في مشكلة خلال إدارة أوباما بالسابق أنه العربي الأمريكي أو المسلم الأمريكي يحصل على أي وظيفة حتى على أعلى المستويات، لكن نجد في خلال الأشهر الثلاثة الماضية أنه هناك أزمة تواجه الباحث عن العمل من العرب الأمريكيين والمسلمين. أنا أعتقد أنه يمكن لا أعتقد أنه تصنيفها كأزمة دقيق. أنا أعتقد أنه في تراجع ملحوظ بشكل عام، يعني بشكل عام الاقتصاد زي ما قلت بشكل عام، وهذا يعتمد على وضع كل ولاية. يعني احنا تحدثنا عن ولاية ميشيغان، انا اعتقد يعني انه نحن في حالة متقدمة رغم انه هناك صحيح مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة تواجه الكثيرين. لا يمكن ان نتحدث عن حالة كاملة خالية من التحديات يعني، ولكن إذا أخذنا هذا الموضوع وقسناه على ولايات أخرى قد نجد أنه بتشكل حالة صعبة. أنا لا أعتقد أنه هناك متابعة أو دراسة أو إحصاء دقيق لمجمل هذه الحالة العامة. أنا أعتقد أنه كل هذه الأمور اللي تسجل هنا وهناك لازالت مرهونة برسم يعني مسار الإدارة الأمريكية القادمة. يعني كيف خليك خذ بعين الاعتبار أنه هذه الإدارة أول إدارة أمريكية لم تكمل تعييناتها الإدارية في أكثر من 400 وظيفة شاغرة أساسية حكومية، يعني اللي تعنى بشؤون الناس اليومية. وعودنا الرئيس ترامب على مفاجآت بين الحين والآخر تشغل بال الناس وتحرف أنظار الناس عن القضايا الجوهرية اللي يجب النقاش عنها. يعني في سبيل المثال قبل يومين كان هناك حديث حامي وساخن حول موضوع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية. طرد مدير الأب بي آي، الناس نسيت موضوع الرعاية الصحية، والآن بدأت تتحدث عن مدير الأب بي آي وطرده وإعادة الاعتبار لموضوع العلاقة بين حملته الانتخابية وروسيا. ويمكن بعد فترة لتغطية هذا الجدل القائم يكون هناك فني وطني جديد. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب
يعني سيكون مميز بفترة رئاسته، لأنه بشكل أو بآخر يعيد صياغة مفهوم الرئاسة الأمريكية ومفهوم مسلكية الرئيس، لأنه يتصرف بطريقة ليس لها علاقة بالتقاليد والمفاهيم. هو ليس دبلوماسي معروف. لا مش قصة دبلوماسي. أنا أعتقد أنه ترامب بممارسته الصلفي بهذه الطريقة اللي بتجاوز فيها كل الأطر وكل التقنيات وكل بروتوكول المتعارف عليه، ممكن ويمكن أنا عم بتسرع بالحكم هون، ولكن هيك شعوري الأولي أنه يثبت مقولي أنه هاي التقاليد والتقاليد المتعارف عليها في الولايات المتحدة كرتون. يعني سرعان ما أجا واحد زي ما بيقولوا عنده النية أو عنده الإرادة أو مش سائل بردة الفعل إلا يثبت أنه هذا نظام هاش. كما يمكن نتحدث في دول عربية كثيرة تكون دول تفكرها بوليسية ومخابرية وماسكة كل الأمور، وفي اللحظة كرتوني وتنفذ. صح. هلا بدري الواحد يحكم على طبعا، يعني ثلاث شهور، ولكن في بوادر، في بوادر يعني تستحق لكن الملاحقة. لكن أنا يعني ما كنت أحكي على موضوع العمل وموضوع المشاكل اللي بواجهها الباحث عن العمل في المجتمع الأمريكي من خلال المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. أنا متأكد أنكم تتعاملوا مع الـ EEOE الـ Equal Employment Opportunity. هل هناك، يعني أنا بعرف من خلال تعاملي مع هذه الهيئة ومع المنظمة لسنوات طويلة في السابق أنه كان عندهم إحصاءات ودراسات كل ثلاث شهور quarterly about the number of people who employed, the number of people who have been discriminated against or refused work. انت بتتذكر يمكن موضوع الـ discrimination as it's related to immigration documents. يعني انا بعرف الاف العرب الامريكيين والمسلمين الامريكيين اللي تقدموا للحصول على وظائف ومنعوا من الحصول على تلك الوظائف بسبب وجود وثائق تختلف عن الجرين كارد أو عن السيتيزنشيب اللي هي الامبلويمنت اثورايزيشن وصادرة عن الفيدرال جوفرمنت. يعني المؤسسات اللي بترفض طلب المتقدم للحصول على العمل بسبب هذه الوثيقة عارفين بقرارة أنفسهم أنه هذه الوثيقة صحيحة وصادرة عن مؤسسة فدرالية وزارة العدل الأمريكية، لكن بالرغم من كل ذلك برفضوا الحصول على طلبهم. وصارت معي أنا شخصيا، يعني تحدثت مع الكثير من البنوك، وأمريكا كان مثال حي على وجود هذا التمييز ضد العرب أو ضد المسلمين. هل هناك معلومات دقيقة عن هذه المواضيع وشو حجمها؟ لأنه إحنا الناس، يعني أنا بتحدث عن ناس قادمين جدد للولايات المتحدة، ناس جاءوا كلجوء سياسي، لاجئين عاديين أو لجوء سياسي لأمريكا، أو جاءوا دائرة الهجرة بتبث بقضاياهم وأعطوهم منحوهم employment authorization يمشوا أمورهم ويشتغلوا بالرغم من كل ذلك. يعني معهم social security لكنهم لا يستطيعوا الحصول على عمل مع شركات محترمة، فيضطروا أنهم يشتغلوا بجاز ستيشن أو بستور حتى يمشوا أمورهم. يعني أنت بتطرح عنوان كبير في مجال التمييز العنصري في مجال العمل. يعني للأسف هذا العنوان ليس من ضمن اختصاص المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. هذا موضوع يعني مش هذا جزء من مخالفة حقوق إنسان. صحيح صحيح. ولكن هذا ضمن خصوصيات مؤسسات مكافحة التمييز العنصري، المؤسسات اللي تعرف في مؤسسات الدفاع عن الحريات المدنية والدستورية للمواطن. الآن عندما نتحدث عن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولكن إحنا حتى نجيد لغة الاختصاص ونجيد لغة التكامل ويصير عندنا نوع من التنوع المفيد والمؤثر، إحنا هذه الحالات عندما تأتينا نحولها إلى مؤسسات للمراجع اللي مختصة اللي شغلها الأساسي في معالجة هذه الأمور. طبعا هذا لا يعني أنه إحنا ما عندنا علاقة في بعض الحالات اللي نراها فجي، يعني نراها فعلا مؤثرة وفعلا تدق في صميم يعني شخصية الإنسان كإنسان والانتقاص من حقه كإنسان. أنا بتقديري أنه هذا الموضوع
يعني موضوع شائك، موضوع له يعني تفاصيل عديدة ومختلفة، ليس كل شكوى تقدم فيها المواطن تجاه ادعاء التمييز في العمل كانت صحيحة أو كانت في إمكانية قانونية لإثباتها، وأحيانا قد يكون الموضوع مجرد شعور أو مجرد وجهة نظر، يعني موضوع شائك جدا. ولكن مع كل هذه التفاصيل لا يمكن تحت أي اعتبار إلغاء حقيقة إنه هذا الموضوع أو هذا العنوان لا زال موضع تحدي كبير يواجه الكثيرين، خاصة يعني القادمين الجدد. يعني الآن تعتمد على نوعية الوظيفة، على متطلبات الوظيفة، على الجهة اللي واضعة يعني أو داعي للوظيفة إلى آخره. في النهاية يجب أن نبقي في أذهاننا حقيقة مفادها أنه أنت عندما تتقدم لأي جهة للعمل بأي طلب، سواء كان عمل أو غيره، حتى في المعاملات العادية والرسمية وإلى آخره، أنت تتعامل مع إنسان آخر. نعم. وهذا الإنسان الآخر اللي هو يقابلك أو هو الجهة المحددة للتعاطي معه، يعني أيضا تعتمد على نفسية هذا الإنسان ونظرته الخاصة. في منهم يعني لا يوفر فرصة، مزاجه معكر بالضبط، لا يوفر فرصة أنه يخليك تشعر أنه أنا مش قابضك أو أنا مش راح أقبلك لأنك عربي أو لأنك مسلمي أو لأنك أجنبي بشكل عام. وهناك من هم محترفين ولبقين جدا، لا يمكن أن تشعر بأي طريقة من الطرق أنه هو عم بيميز وهم يميزوا، إلى جانب أنك أنت ما بتعرف من هم الآخرين الذين قدموا لهذا العمل، هل هم فعلا مؤهلين من أكثر منك أو لا، أو هل أنت مؤهل أكثر منهم أو لا. وبالتالي الحكم يبقى مجزأ، لأنه هاي الشركات واللي بتقدم وظائف شاغري حريصة جدا أن لا تتحمل عبء أي تبعيات قانونية. ولهذا يعني قضايا العمل هي من أصعب القضايا التي يمكن للإنسان أن يتعاطى معها أو يواجهها أو حتى يربح فيها قضائيا، لأن مسألة شائكة جدا جدا جدا، وتتعاطى مع نفسية الإنسان أكثر من أي شيء آخر، أكثر من الموضوعات التقنية هنا وهناك. إذا تهيأت لك الفرصة أستاذ عماد حمد أنك تتوجه للعرب والمسلمين في المجتمعات العربية ويسمعوك، شو بتقول لهم حينما بشراسة يتهمون المجتمع الأمريكي ويتهمون النظام الأمريكي بأنه نظام عنصري، نظام يعني لا يحترم إنسانية الإنسان، النظام يحقد على العرب والمسلمين، ويعني هناك شعارات كثيرة جدا في شوارع العواصم العربية حينما يكون هناك قضية، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ماذا تقول لهؤلاء؟ هل هناك ما يبرر ما يصرخون به ويقولونه خلال مسيراتهم ومظاهراتهم، أم أنها عواطف لا يعني بد أن تتلاشى وتنتهي؟ أنا أعتقد أولا أنه أي حكم مطلق شمولي تجاه أي مجتمع أو تجاه أي بلد أو تجاه أي نظام سياسي، أنا بتقديري حكم خاطئ جدا. يعني كما نرفض أن يكون هناك حكم مطلق ضد المجتمع العربي كونه مجتمع عربي، وضد المسلمين كمسلمين، وضد أي شيء يعنينا في الوطن العربي، علينا أن نقوم بنفس التطبيق ونفس المبدأ بأن نرفض أن نمارس على الآخر ما يمارسه علينا. وبالتالي من ناحية المبدأ هذا مفروض يكون مبدأ مشترك. إذا اتفقنا على هذا المبدأ، طبعا هناك قضايا سياسية بامتياز، وهون أنا أركز، سياسية بامتياز طبعا تخلق نوع من ردة الفعل، نوع من الاستنكار، نوع من النقمة، نوع من عدم التفهم، عدم الرضا، المعارضة إلى آخره. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ينالها القسط الأكبر، لأن هي أحد الأطراف العالمية الأساسية اللي لها دور ما شاء الله بكل مآسي الوطن العربي. وبالتالي يعني كونها هي في صلب الحدث، كل أفراحه كمان، مش بس المآسي. يعني الآن نتحدث عن ردة الفعل السلبية،
أنت حددت ردة الفعل السلبية، لماذا ينظروا للمجتمع الأمريكي في ذلك؟ وبذلك أنا أركز على هذا الجانب، أنه هناك ما يبرر هذا النقمة، هناك ما يبرر هذا الاستنكار لسبب بسيط، أنه السياسة الخارجية الأمريكية تاريخيا ليست سياسة متوازنة، ليست عادلة، منحازة ومنزاحة، وفي صلبها يعني الموضوع الفلسطيني. الآن نتحدث عن اليوم 25 مثلا ولا 26 من إضراب الأسرى الفلسطينية، وهناك حالة من التعتيم الإعلامي الشديد في الولايات المتحدة قياسا بالبلدان الأخرى. طبعا موضوع الصراع العربي الإسرائيلي في جوهره، موضوع الأزمة السورية، موضوع أزمة اليمن، موضوع أزمة العراق، موضوع أزمات تهز الكينونة البشرية كلها، وبالتالي تخلق حالة من الاختلاط ويتم إطلاق يعني أحكام عامة شمولية تصف وتختزل كل المجتمع الأمريكي تحت هذا العنوان. أنا أعتقد أنه هذا كلام مش دقيق، في هناك صح في أمور وعناوين سياسية، وهناك أمور أخرى لا يمكن أن هذا الطرح أن يكون دقيق وصحيح تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان لا أحد ينكر بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إنه ملف حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية من أسوأ الملفات في العالم، ولكن لا يعني ذلك مطلقا إنه طبيعة الحياة الديمقراطية في الولايات المتحدة بذات السوء أو بمستوى السوء. فهناك يعني تحدي قائم أمام المجتمع، وهناك يعني قضايا إيجابية تعطينا فرصة إنه إحنا نغير. دقيقة واحدة بديك تتحدث عن يوم الخميس القادم، احتفالكم بالذكرى السنوية لتأسيس المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، حطنا بالصورة. يعني هو الحدث السنوي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان اللي نلتقي فيه مع جمهور وأنصار حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جمع غفير يتجاوز 1000 شخص سيشاركنا هذا الاحتفال. نكرم فيه يعني شخصيات إلها تاريخ وباع في خدمة الإنسانية. الشخصيات المكرمة ليست مقتصرة على ميشيغان، وإنما من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الدكتور ماتس جيلبرت الطبيب النرويجي المشهور المعروف أثناء دوره الإنساني أثناء حرب غزة. هذه مناسبة لأن نقول إنه إحنا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي، نحن جزء لا يتجزأ من الحراك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية كما نريد أن نراها منتشرة في كل بقاع العالم. Well said. Thank you very much. شكرا جزيلا لحضورك للأستوديو ومشاركتك معنا. نتمنى لك التوفيق في مهامك وفي تفاعلك وتداخلك المستمر مع المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي الأمريكي. شكرا جزيلا أستاذ عماد أحمد. تسلم، تحياتي لك وللجميع. أعزائي المشاهدين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم.